منحت مملكة البحرين الرخصة الذهبية لخمسة مشاريع استثمارية تابعة لشركات إيجل هيلز ديار وسيتي وإنفراكورب وشركة الاتصالات السعودية STC البحرين ومجموعة وامبو، والتي تفوق قيمة مشاريعها الاستثمارية في البحرين مجتمعة 1,400,000,000 دولار أمريكي. هذا ومن المتوقع أن تساهم المشاريع الجديدة ومشاريع توسعة الأعمال في خلق 1,400 فرصة وظيفية محلية خلال السنوات الثلاث القادمة، بما يسهم في رفض مساعي تنفيذ أولويات خطة التعافي الاقتصادي. وبهذه المناسبة أكد عدد من كبار المسؤولين في المملكة أن منح الرخصة الذهبية لعدد من المشاريع تعتبر بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة التعافي الاقتصادي، والتي تهدف إلى استقطاب 2,500,000,000 دولار أمريكي من الاستثمارات المباشرة بنهاية 2023، مشيرين إلى أن الرخصة الذهبية هي دليل على ما تحظى به البحرين من مقومات جاذبة للاستثمار وبيئة استثمارية مرنة إلى جانب المنظومة التشريعية المتقدمة، الأمر الذي يسهم في جعل البحرين أحد أفضل الوجهات الاستثمارية ويعزز من تنافسيتها في جذب الاستثمارات. هذا وتعتبر الرخصة بمثابة التذكرة الذهبية للحصول على عدد من المميزات والتسهيلات، وتشكل أنموذجا للتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص، والذي تجسده الجهات الحكومية التي تعمل معا بشكل وثيق لإطلاق حلول مخصصة للمستثمرين المتطلعين للانطلاق بقصص نجاح تبدأ من البحرين وتستمر لتكون لها بصمتها العالمية، مما يعزز من تنافسية البحرين كوجهة ملائمة للاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي ويشجع التحول الرقمي للاقتصاد الوطني. هذا وتتضمن الرخصة الذهبية التي تستهدف المؤسسات والشركات داخل البحرين وخارجها تقديم مجموعة من المميزات والتسهيلات للمشاريع الاستثمارية والاستراتيجية، حيث تتضمن معايير الأهلية للحصول على الرخصة استحداث المؤسسات والشركات أكثر من 500 وظيفة محلية، بما يسهم في خلق فرص العمل الواعدة أمام أبناء الوطن، أو التي تتجاوز قيمة استثمارها 50,000,000 دولار أمريكي في السنوات الأولى من عملها في المملكة، وتسهم في تعزيز مسارات التنمية على الصعيد المحلي. الرخصة الذهبية هي من المشاريع الرائدة اللي تم إطلاقها من حكومة مملكة البحرين، وهذه الرخصة تحديدا تبين ما مدى فعالية فريق البحرين في أنه يستقطب الاستثمارات المباشرة الدولية والمحلية. كذلك هي من الركائز الأساسية اللي تعزز المبادرات اللي متواجدة عندنا في الخطة الاستراتيجية الوطنية اللي تمتد من 2022 إلى 2026. طبعا احنا كشركة إنفراكور مركزين في الفترة القادمة معظم محفظتنا الاستثمارية تكون في مملكة البحرين، طبعا لوجود البيئة المناسبة للاستثمار في البحرين والدعم الحكومي لا محدود أمانة، وقد ما نقدر نحاول نضيف قيمة لمشاريعنا بأن احنا نخليها شاملة لمنظومة متكاملة تضم المشاريع العقارية وخلق أماكن سياحية تكون جاذبة للسوق الخارجي من ناحية عدد السياح وعدد الأوبريترز اللي يكونون يشتغلون من هاي الأماكن. طبعا كان لنا الشرف اليوم في الحصول على الرخصة الذهبية من أوائل المشاريع في البحرين، وطبعا هذه الرخصة بتمثل لنا حافز كبير للحصول على جميع المساعدات من قبل الدوائر الحكومية، سرعة الحصول على الخدمات، سرعة الحصول على الموافقات. نشكر الحكومة الرشيدة في مملكة البحرين، ما تم الحصول عليه اليوم من الرخصة الذهبية هي وسام على صدورنا، بكل أمانة تجعلنا نحن في شركة STC نقدم أفضل ما لدينا لمملكة البحرين، وذلك من خلال استثماراتنا المتنامية والمستمرة في مملكة البحرين. الرخصة هي وسام على صدورنا تجعلنا نقدم الأفضل من تقديم خدمات، من تقديم بنية تحتية، من تقديم أفضل التقنيات في مملكة البحرين.